بالنسبه للمباراه ديال اليوم كنا عارفين اللاعبين امام البطل ديال المغرب اللي هو فريق الوداد الرياضي، عارفين التركيبه البشريه اللي عدوا، جارينا السيستيم ديال اللي كنا غنلعبوا به ضد فريق الوداد اليوم، عرفنا نقاط القوه ونقاط الضعف ديال فريق الوداد، تلقينا واحد الهدف في البدايه ديال المقابله بخطا ما بين المدافع والحارس المرمى، رجعنا في النتيجه سجلنا هدف ديال التعادل، قررت تسالي البريمير ميطا، جا واحد الكافوياج عاوتاني في الاخر ديال البريمير ميطا اونكيسينا الهدف الثاني اللي كان واحد شويه اثر على اللاعبين نفسانيا في نهايه الجوله الاولى. دخلنا الجوله الثانيه سجلنا هدف التعادل اللي جا في واحد الوقت مريح، ولكن عاوتاني تنشوفوا ضد مجرى اللاعب حنا مسجلين هدف التعادل، كنا بغينا طلبنا من اللاعبين باننا باش نبقاو زعما في لاطاك بلاسي وما نبقاوش نغامروا واحد النسبه كبيره، تلقينا هدف ثالث اللي زعما صراحه الفريق اليوم دار مقابله كبيره ضد فريق اللي هو فريق كبير وفريق عارق اللي هو فريق الوداد، وتنتمنى باش نعاودوا ان شاء الله في المقابله المقبله حيت عندنا ضيق الوقت مع المقابله اللي غتكون يوم السبت ضد فريق المغرب الفاسي، نتمنى من الله باش تكونوا في نهارنا يوم السبت وان شاء الله نرجعوا بواحد النتيجه ايجابيه لمدينه برشيد. كيف تشوف القرعه ديال البطوله الوطنيه؟ فاحنا جاتنا مقابله صعبه في البدايه، فريق الرجاء البيض لعبنا ضد فريق الرجاء في مدينه برشيد، انهزمنا بواحد الشق الانفوس ضد فريق الرجاء بهدف اللي صفر حتى تطرد اللاعب المهاجم لاعب كونازو، مشينا لمدينه الرباط ضد فريق الفتح الرباطي، فاحنا كنا قاب قوسين ادنى من نرجعوا بثلاث نقاط، سجل عندنا هدف في الوقت بدل الضائع في الدقيقه 96، انتصرنا على سريع واتزم، اليوم كانت هزيمه اللي كنا باغي نرجعوا باقر الاضرار لمدينه برشيد اللي على المينيموم رجعوا بنقطه من مدينه الدار البيضاء الملعب العربي الزاولي، فريق يوسف ياس برشيد باقي عنده ما يقول، بقى ان شاء الله عندنا البطوله طويله، حنا يلاه في الدوره اربعه، دابا غنساو الدوره هذه هذا المقابل ديال فريق الوداد، ونفكروا ان شاء الله في المقابله المقبله ضد فريق المغرب الفاسي. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تيفي وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.